بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلى بركته نستعين ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والنجاح. التحية متجددة واللقاء يستمر بكم متابعين الأعزاء في هذه الانطلاقات ليسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة. شوطنا الثامن ينطلق بحفظ من الله وتوفيق حامل منافسات الزمول المهجنات الأصايل. نتمنى توفيق لجميع المشاركين. نبدأ مع المركز الأول مع مجد أحمد الراشد المحرمي ياتي على الصدارة، بينما المركز الثاني هذا هو الصيرمي ياتي على المركز الثاني بشعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. انتقل الى المركز الثالث مع مهدي الواصل بشعار حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. المركز الرابع هناك سوقان حمد بن محمد بن سيف القايدي ياتي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس نهرين لسالم بن محمد بن سليم العفاري. انتقل الى المركز ايضا المركز السادس في هذه اللحظات واجد ناصي لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، بينما المركز السابع فهنا القدوم من شاهين الخزع بن احمد الخزع بالهركي العامري، بينما المركز الثامن ودامن المراكز الشميمي لمحمد بن عبد الله بن كردوس العامري، بينما المركز التاسع هناك الانطلاق على تاسع المراكز من الديب احمد بن غانم بن علي بن ايداه المنصوري ياتي مع المركز الثامن، بينما تاسع المراكز هناك الاداء والانطلاق من مصيحان لحمدان بن محمد الركاب العامري من ياتي على المركز التاسع، وعاشرا هناك اكسجين هناك مع الانطباع على المركز العاشر اكسجين السهيل بن محمد راعي العوية العامري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة ما بين هذه الأسماء وهذه الشعارات الجميلة والمتميزة دائما وأبدا. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى المنافسة الجميلة مع مهدي 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 اللي على المركز الأول، حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ياتي على المركز الأول. أما المركز الثاني نهرين بشعار سالم بن محمد بن سليم العفاري المركز الثالث. وصل وصل ناصي وصل وصل الشعار الاقتصادي الكبير يتقدم مع سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري هناك مع الانطلاق مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول من سوقان لحمد بن محمد بن سيف القايدي يصل على المركز الرابع مقدما لأداء وتحركات سوقان. انتقل إلى المركز الخامس هناك مع مجد لأحمد بن راشد
بل المحرمي من ياتي على المركز الخامس، بينما سادسا هناك امصيحان للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض العامري من ياتي في هذه اللحظات. وصل الصيرمي، وصل الصيرمي يتقدم بشعار سعيد بن منانة الاكتبي، ياتي في هذه التحديات الممتازة. انتقل الى المركز الثامن، انتقل الى تحديات ثامن المراكز شاهين الخزاع بن احمد الخزاع العامري، وتاسع المراكز الشميمي محمد بن عبد الله بن كردوس العامري، وعاشر المراكز رمرام القادم بشعارك يا محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم مع رمرام، يتحرك مع هذا الاسم الجميل والتحديات الرائعة. الله 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 الله، نعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الأداء الجميل والرائع والممتاز هنا من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات الممتازة. 4.5 كيلو هنا ما تبقى من نهاية هذا الشوط، والكل يهاجم، الكل يتابع، الكل يراقب المسار ويراقب التحديات الرائعة والجميلة هنا في أرضية هذا الميدان. أعود إلى مصيحان، أعود إلى مصيحان، إلى أداء بشعار الشيخ حمدان بن محمد بن ركاض العامري، يتقدم مع المركز الأول. أما المركز الثاني نهرين مع سالم بن محمد بن سليم العفاري، أما المركز الثالث مجد، مجد يا مجد، والبحث عن الأمجاد دائما في هذه المنافسة. بدا مجد لأحمد الراشد المحرمي، المركز الرابع مهدي، مهدي لحميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، يتقدم مع مهدي ويتحرك شاهين بالمركز الخامس. هذا هو شاهين الواصل بشعار الخزاع بن احمد الخزاع بالهركي العامري. اتحول الى المركز السادس، اتحول الى ناصي، الى ناصي، الى الشعار الاقتصادي، الى شعار سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم بهذا الاداء والتحرك ايضا، التحرك من رمرام القادم بشعار محفوظ بن خميس الينيبي. الله الله الله، احلوت المنافسة، احلوت، احلو الاداء ما بين هذه الشعارات العملاقة. وصل الفهد، وصل الفهد وتقدم بشعار فهد بن رداد بن مطير العتيبي. فهد، فهد يا فهد، يقدم لنا الفهد هنا في هذه الاندفاعة الجميلة، الاندفاعة المميزة، الاندفاعة الرائعة. الزمول في موقع واحد، في مكان واحد، في منافسة حامية الوطيس. بدأت المنافسة الكبيرة والتحديات، ولكن المقدمة مع شاهين، المقدمة مع شاهين مع انطلاقة خزاع بن احمد بن خزاع بالهركي العامري. الله يا ابناء، يا ابناء الوقن، يتقدمون، يتحركون، يسيرون على المركز الاول. امطحان بالمركز الثاني للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض العامري. المركز الثالث القدوم من نهرين، نهرين وليس بنهر واحد، يتقدم سالم بن محمد بن سليم العفاري. المركز الرابع الفهد، الفهد بأداء الفهد، ومالك الفهد هو فهد بن رداد بن مطير القسامي العتيبياتي هنا مع المركز الرابع وخامس الناصي، ناصي لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري.
الله، وصل الصيرمي على المركز السادس لسعيد بن منانة بن غزير الكتبي، والتحرك ايضا من رمرام محفوظ بن خميس الينيبي. الله 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 الله، المنافسة الاسماء التي بدأت بالهجوم. وصل ايضا سوقان حمد محمد بن سيف القايدي، وتحرك ايضا تحرك مبلش احمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم، يتحرك ايضا ومطفي قادم محمد بن حربي بن هلال الخيلي، ياتي ايضا بهذه المنافسة، ياتي بهذه التحديات. وشاهين شاهين يا شاهين هو على المركز الاول، هو على الصدارة، يسيطر مع الخزع بن احمد بالخزع بالهركي العامري، يسير مع المركز الاول، يسير مع الصدارة الاولى، يتقدم بالاداء المتميز. المركز الثاني مصيحان للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض، ياتي مع المركز الثاني التسلل من رمرام، التقدم هناك مع محفوظ بن خميس الينيبي، وتحرك ناصي وتحرك ناصي تحرك ناصي هنا لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. يا سلام المنافسة الجميلة، المنافسة. وصل ايضا مبلش، وصل مبلش، وتحرك احمد عبد الله بن ضاحي البو عميم، وتحرك الدرعي هنا بهذه الانطلاقات. بن فارس مع مهدي هنا حمد عبد الله بن فارس، ولكن رمرام هو على المركز الاول، هو على الصدارة، هو على المقدمة، هناك مع صدارة هذا الشوط يتقدم محفوظ بن خميس الينيبي، يتقدم ابو ناصر، يتقدم ابو ناصر، ويتحرك على صدارتي هذا الشوط. الزعيم 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 الزعيم، ماذا انت فاعلا ايها الزعيم، ماذا انت فاعلا يا محفوظ. يتقدم ابو ناصر بانطلاقات هذا الشعار، يتقدم مع رمرام، ويتحرك على المركز الاول محفوظ بن خميس بن علي الينيبي، يتقدم بالحضور بالاداء بالانطلاق بالماضي المشرف بالحاضر الجميل بانطلاقات وتحديات هذا الشعار. شكرا يا فايل يا بن حمد العويسي، ابو حمد ابو حمد، باقي مع الانجازات الى الابد. تهانينا والناموس لمالك رمرام محفوظ بن خميس الينيبي. سلام العاصمة ابو ظبي، سلام على هذا الفوز والانتصار. ها هي لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل فيه التيار بشعار علي بن حمودة الظاهري. المركز الثالث كان مع ايضا المركز الثالث هياض عابر بن خلفان الهاملي. المركز الرابع مع سقين سهيل بن محمد راعي العوية العامري. والمركز الخامس مع لجنة خط النهاية. اذا متابعين الكرام، رمرام هو بطلا لناموس هذا الشوط. تهانينا لمحفوظ بن خميس الينيبي على هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة زمان ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والنوم.